أهلا بكم إلى أخبار الخامسة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز العناوين. التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع لتطوير مركز مكتبي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. الشركة الوطنية للعبارات تدشن أولى رحلاتها إلى مدينة شهبار الإيرانية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم مقاتلي المعارضة والحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في حلب. وقتلى وجرحى في تفجير لطالبان بقاعدة باغرام الأمريكية في أفغانستان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه خادم الحرمين الشريفين داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد غدا صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد متوجها إلى المملكة المغربية الشقيقة لترأس وفد السلطنة في الجلسة الرسمية رفيعة المستوى للمؤتمر الدولي 22 للمناخ المزمع عقدها في مدينة مراكش يوم الثلاثاء الموافق 15 من نوفمبر الجاري. ويرافق سموه خلال مشاركته معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية. بمشاركة 120 عداء من 26 دولة حول العالم اختتمت منافسات ماراثون عمان الصحراوي الرابع والذي أقيم في قرية الواصل بولاية بدية في محافظة شمال الشرقية. الماراثون شهد منافسة قوية بين المشاركين استمرت 6 أيام، وهدف منظمو الماراثون لوضع السلطنة في خارطة السباقات الدولية وخاصة في السباقات الصحراوية بالإضافة إلى التعريف بالمقومات السياحية للسلطنة. حفل الختام اشتمل على عرض للفنون العمانية التقليدية وعرض مصور لمراحل الماراثون وجولاته الست وما واكبه من أحداث وفعاليات مصاحبة. رعى حفل الختام معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة الدقم للأعمال الذكية اتفاقية حق الانتفاع لتطوير مركز مكتبي مصنوع من حاويات الشحن المعادي تدويرها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. المركز المكتبي الجديد يتيح للشركات المبتدئة والصغيرة استخدامه كنقطة انطلاق قبل أن تنتقل إلى مساحات أكبر في أماكن أخرى في المنطقة. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع توفير 12 مكتبا من المكاتب المشتركة للشركات والشركات المبتدئة في الدقم. وقع الاتفاقية نيابة عن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة الدقم للأعمال الذكية مديرها المؤسس. توسيعاً لعملياتها التشغيلية إلى المستوى الإقليمي دشنت الشركة الوطنية للعبارات أولى رحلاتها إلى مدينة شهبار الإيرانية على متن العبارة هرمز انطلاقاً من ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط بالتنسيق مع إحدى شركات السفر والسياحة بالسلطنة. وحظيت الرحلة بإقبال جيد من المسافرين ونقل المركبات للاستفادة من هذه الخدمة خاصة وأن مدة الرحلة لا تتجاوز 3.5 ساعات وسط أجواء مريحة وإجراءات سريعة. وتأتي محطة شهبار كثالث وجهة إقليمية للشركة بعد محطتي جزيرة قشم ومدينة بندر عباس.
أعلنت الشركة العمانية للاتصالات عن تشغيل 5 محطات جديدة للهاتف النقال تعمل بتقنيات الجيل الثالث والجيل الرابع على الطريق الواصل بين قرية قنتب وقرية السيفة. وتأتي هذه الخطوة المتواكبة مع الاتفاقية التي أبرمتها عمانتل مع شركة موريا للتنمية السياحية لتوفير مجموعة واسعة من خدمات عمانتل المتنقلة والثابتة لمنتجع السيف السياحي ومرافقه المتعددة. كما أضافت الشركة محطة سادسة أيضا في منتجع جبل السيفة لخدمة نزلاء المنتجع السياحي وقاطني القرى القريبة منه. بالإضافة إلى ذلك قامت عمانتل بتوفير خدمة الألياف البصرية للمنطقة الممتدة من دوار قنتب باتجاه السيفة. بلغ إجمالي الأقساط المباشرة المدفوعة لشركات التأمين خلال العام الماضي أكثر من 442 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 11.5% مقارنة بعام 2014، فيما استحوذت الوثائق المسجلة للتأمين على المركبات استحوذت على أكثر من 85% من إجمالي الوثائق المسجلة بشركات التأمين. وشهدت شركات التأمين خلال العام الماضي تسجيل أكثر من 1,436,000 وثيقة تأمين. مئة وتسعة آلاف وخمسمائة وأربع وأربعون إجمالي الشكاوى والبلاغات المتلقاة في قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية بالهيئة العامة لحماية المستهلك منذ انطلاقها وحتى سبتمبر من العام الجاري. وذكرت تقارير المؤشرات الإحصائية السنوية الصادرة من الهيئة أنها تمكنت من ضبط أكثر من 2,500,000 سلعة في القطاع، والتي تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات القياسية. تعزيزا للتعاون في مجال توعية المجتمع والطاقم الطبي والطبي المساعد بخطر الإشعاعات والحماية منها، نظم المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني نظم الدورة التدريبية الأولى في الحماية من الإشعاع. على قدر ما تقدمه الأشعة السينية للطاقم الطبي والمريض من خدمة في الكشف عن حالته الصحية والضرر الذي لحق به، إلا أنها تتسبب في تأين الوسط الذي تمر فيه، وذلك بسبب بعض الإلكترونيات في الذرات والجزيئات. ليأتي تنظيم الدورة التدريبية الأولى بقسم قسطرة القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني للتعريف بخطر الإشاعات والحماية منها للطاقم الطبي والطبي المساعد من أطباء وفنيين وممرضين. هناك تقنيات كثيرة يعني تظهر بين الفترة والأخرى، وأيضا هناك يعني كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصحي، خاصة فيما يخص التعامل مع المرضى وأيضا تعامل الأطباء أنفسهم من خلال ما يقوم به من أعمال يومية. بإمكان الإشعاعات أن تحدث تغيرات في الخلايا الحية قد تؤدي إلى المرض بالسرطان، على الرغم من أنها تستخدم في مكافحته بتركيز الأشعة على الخلايا السرطانية، فالتعرض إلى جرعة صغيرة من تلك الأشعة مهما كانت صغيرة يكمن فيها احتمال تحول إحدى الخلايا الحية إلى خلية سرطانية. كل هذا تضع المريض تحت مخاطر هذه الأشعة، لأن في الطب كل شيء له فوائد ومنه أيضا مضاعفات جانبية. بجانب المريض في هذا المجال أيضا العاملين في هذا المجال يتعرضوا لشيء من الإشعاع، وهو يتجمع مع مر السنين في خدمتهم في هذا المجال. المستجدات والطرق العلمية لحمايتهم، وكذلك نتمكن من حماية المرضى بمتابعتهم على حسب توصيات البروفيسور المحاضر في هذه الدورة. Surgical technique that made everyone sit up and take notice. الوقاية من خطر الإشاعات بالتقليل من زمن التعرض له في غرف الإشاعات وبعد المسافات بين الأشعة والطاقم الطبي واستخدام الحوائل التي تمنع امتصاص الأشعة قدر الإمكان. رفع درجة الوعي وتثقيف المجتمع بأخطار الإشاعات أمر ضروري لتفادي الأمراض المستقبلية. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد الفاصل. بمشاركة عدد من ملاك الهجن اختتام منافسات سباق ركض العرضة على مضمار وادي الشعيبة بولاية المصنعة.
أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على مبدأ حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام بين الطرفين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بالضفة الغربية أوضح عباس إن الجانب الفلسطيني مستعد لاستئناف المفاوضات إذا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لحل الدولتين. من جهته قال ميدفيديف إن المبادرة الروسية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل فترة ورفضتها إسرائيل ما زالت مطروحة، محذرا من أن توقف المفاوضات قد تكون له عواقب وخيمة. اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهمت الحكومة السورية ومسلحي المعارضة باستخدام أسلحة محظورة دوليا. وفي وقت سابق أكدت روسيا أن لديها أدلة على استخدام مقاتلي المعارضة السورية أسلحة كيميائية في حلب. وقال الجيش الروسي في بيان له إن خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على ذخيرة مدفعية غير منفجرة تعود لمسلحي المعارضة وتحتوي على مواد سامة كغاز الكلور والفوسفور الأبيض. ميدانيا استعادت القوات السورية جميع المناطق التي خسرتها أثناء الهجوم الأخير للفصائل المعارضة غرب مدينة حلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة استعادت السيطرة بشكل كامل على ضاحية الأسد ومعمل الكرتون ومنطقتي المنيان والمكاتب بحلب بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة، وتواصل تقدمها في عدة محاور في الجزء الغربي من المدينة. وكشف المرصد عن مقتل أكثر من 20 مسلحا وإصابة العشرات في المعارك التي استمرت لثلاث ساعات قبل انسحاب المسلحين إلى قرية المنصورة. قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب نحو 15 آخرين في انفجار وقع داخل قاعدة باغرام الأمريكية في إقليم باروان الأفغاني. وأوضح حلف شمال الأطلسي في بيان له أنه تم تفجير عبوة ناسفة في قاعدة باغرام أكبر قاعدة جوية عسكرية أمريكية في أفغانستان، ما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى بدون تحديد جنسياتهم. وتبنى الطالبان مسؤوليتها عن الانفجار. في غضون ذلك قتل أكثر من 50 مسلحا وأصيب 10 آخرون في عملية شنتها قوات الأمن الأفغانية في منطقة شنداند بإقليم هيرات غرب أفغانستان. قتل 5 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين جراء 3 انفجارات بأماكن متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد. وفي الموصل تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي ومسلحي التنظيم في حي القادسية ومطار المدينة، كما تمكن الجيش من استعادة عدة قرى ناحية النمرود في المحور الجنوبي. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمنح مساعدة عاجلة بقيمة 78 مليون يورو للنازحين بسبب النزاع في جنوب السودان، وسيتم تخصيص نحو 40 مليون يورو للمنظمات الإنسانية في جنوب السودان و30 مليون لأوغندا وشركائها الإنسانيين، فيما سيتم تخصيص 8 ملايين يورو لجنوب السودان. وزار المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية خريستوس ستيلياندس مخيم بيدي بيدي للاجئين في أوغندا الذي افتتح في أغسطس الماضي وأصبح في غضون 3 أشهر ثالث أكبر مخيم للاجئين في العالم، حيث يقيم أكثر من 215 ألف لاجئ من جنوب السودان واعدا إياهم بتقديم المساعدات في أقرب فرصة ممكنة. خمسون طالبا وطالبة من جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية للتكنولوجيا شاركوا في مسابقة التحدي الجيولوجي في وادي المعيدن بمحافظة الداخلية. المسابقة التي نظمتها الجمعية الجيولوجية العمانية هدفت إلى صقل مهارات الطلبة وتنمية فكرهم المعرفي في مجال المسح الجيولوجي.
تجربة شيقة عاشها طلاب جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في مسابقة التحدي الجيولوجي في وادي المعيد في نيابة بركة الموز بولاية نزوة، هدفت إلى تعلم أبجديات المسح الجيولوجي لصخور مكامن النفط والغاز وصياغة نماذج ثلاثية الأبعاد لها باستخدام تقنيات متقدمة. الهدف من هذه المسابقة أن نحاول أن نتواصل مع الطلاب بحيث أنهم يقوموا بزيارة الحقل ويروا الصخور على 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 الطبيعة ويحاولوا دراستها بشكل يساعدهم على الربط بين ما تعلموه في الجامعة وما سوف يرونه في الحقل. عشر مجموعات طلابية ضمت 50 طالبا وطالبة مكنتهم الفعالية من تنمية فكرهم الإبداعي وسط جو من العمل الميداني على مدى يومين لتحقيق فضل السبق في مسابقة علمية تشرف عليها الجمعية الجيولوجية العمانية. أولا هذه المسابقة بشكل كبير تلخص 5 سنوات من دراستي في الجامعة في هذه المسابقة فقط، تبدأ من بداية الاستكشاف اللي هو احنا نقوم فيه البتروليوم او الجيوساينتست، من بداية الاستكشاف الى نهاية الاستخراج، فخمس سنوات كلها نقضيها في يومين في الفيلد. اللي تعلمته هنا انه نحن ربطنا بين تخصصين اللي هو بتروليوم انجينيرينج وعلوم ارض تطبيقية، درسنا وسوينا مسح جيولوجي للمنطقة للصخور هنا. مسحنا الجيولوجي راح يفيد البتروليوم انجينيرينج. نتائج المسابقة النهائية سيقدمها الطلبة في عرض سيحضره مجموعة من مهندسي النفط ليتم بعدها اختيار المجموعات الفائزة بناء على الحلول المبتكرة التي يتوصل إليها الطلاب. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية. اختتمت على مضمار وادي الشعيبة بولاية المصنعة منافسات سباق ركض عرضة الهجن التي استمرت على مدى يومين. ركض العرضة الذي نظمه أهالي ولاية المصنعة حظي بمشاركة عدد كبير من الهجن من مختلف ولايات السلطنة. سباق ركض عرضة الهجن يعد من أهم السباقات التي يحرص عليها أبناء السلطنة نظرا لما تمثله من تمسك بهذه الرياضة، ويقام في مختلف المناسبات ومنها الأعياد والزواج والمناسبات الوطنية. ويأتي تنظيم أهالي ولاية المصنعة لهذا السباق في إطار المحافظة على موروث الأجداد الذي يتوارثه عنهم الآباء والأبناء. هذه مشاركات تراثية من السابق، وهذا موروث، هذا له عدة فوائد. أولا تجمع محبين هذه الرياضة من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا تعود الأشبال. المسابقة هذه تستوي في المناسبات، الأعياد الوطنية وفي الأعراس وفي الأعياد، يعني نحتفل فيها، وبوش العرضة يمسكن يعني في بداية الشتي. شهدت منافسات هذا السباق مشاركة وتفاعلا كبيرا من ملاك الهجن ومحبي هذا الموروث العماني الأصيل، حيث بلغ عدد الهجن المشاركة حوالي 200 ناقة من ولاية المصنعة والولايات المجاورة، مما جعل نوعا من التنافس لاقتناء أصائل الإبل ذات السرعة وقوة التحمل. مشاركات طيبة، هذا تراث جيد، والحمد لله هذا تراث قديم بونا العرضة من بداية الأمر، والله الحضور طيب وهذا تنظيم حلو ودفع من المواطنين يشجعون. تخلل السباق أشعار وأنغام من فنون الهمبل والونة وتغرود الإبل التي عادة ما تصاحب مثل هذه السباقات. وهكذا هي سباقات الهجن، عادة ما تحمل معها الإثارة والحماس للمشاركين والحاضرين على السواء. عبد الله بن خلفان الرمضان، من مضمار وادي الشعيبة، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع لتطوير مركز مكتبي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. الشركة الوطنية للعبارات تدشن أولى رحلاتها إلى مدينة شهبار الإيرانية.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم مقاتلي المعارضة والحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في حلب. قتلى وجرحى في تفجير لطالبان بقاعدة باغرام الأمريكية في أفغانستان. وفي الختام هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الكرام بكل خير، وأهلا بكم إلى النشرة الجوية، ومباشرة معكم إلى آخر الصور الجوية، حيث تبقى سواحل الأوى عموما أجواء السلطنة مستقرة وخالية من السحب. عاد سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب فرص لانتشار وتدفق بعض السحب عموما في أواخر الليل والصباح الباكر تكون حاضرة بشكل جيد. في أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية تستمر بعض السحب بالتدفق بشكل جيد. عدا ذلك ننتقل معكم إلى توقعات الأجواء لهذه الليلة، ومن العاصمة مسقط حيث تبدو الأجواء مستقرة تماما وخالية من السحب. درجات الحرارة عموما عند مطلع العشرين أو ما دون العشرين في المناطق الجبلية لمحافظة جنوب الباطنة ضمن أجواء صافية خالية من السحب. كذلك والحال في شمال الباطنة ودرجات الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية. في محافظة مسندم أيضا تستمر الأجواء الصحوة والخالية من السحب. كذلك والحال في محافظة البريمي ومحافظة الظاهرة ودرجات الحرارة تصل أو تتراوح ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية في محافظة الظاهرة. في محافظة الداخلية تنعم أيضا بأجواء صحوة وخالية من السحب ودرجات الحرارة ما دون 10 درجة مئوية في المناطق الجبلية. وإلى محافظة شمال الشرقية تنعم أيضا بأجواء صحوة خالية من السحب، وفي محافظة جنوب الشرقية بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب. أما سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان فتنعم بأجواء مستقرة وصحوة بوجه عام. في محافظة الوسطى بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة، وفي محافظة ظفار بعض السحب أيضا تكون حاضرة في شمال المحافظة، ودرجات الحرارة عموما عند مطلع العشرين على المناطق الساحلية وفي شمال المحافظة تصل أو إلى ما دون العشرين. حركة الرياح على بحر العرب تبدو شرقية معتدلة السرعة تصل إلى 10 عقد، بالتالي البحر هادئ الموج وصل ارتفاعا له متر وربع المتر. أما سواحل محافظة مسندم فتشهد رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة بحدود 10 عقد، والبحر هادئ الموج وصل ارتفاعا له متر وربع المتر. وأخيرا سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان حيث تشهد رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تصل إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تصل إلى 5 عقد، وبالتالي البحر هادئ الموج أقصى ارتفاعا له متر وربع المتر. في ختام النشرة مشاهديني أشكر لكم حسن المتابعة.